السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ تعالوا بقى النهاردة نشوف جبنا ايه. زي ما انتي شايفة كده الاسم على الفيديو، هنشوف مع بعض جهاز المساج بتاع الجسم، وهنفتح الكيس بتاعنا مع بعض. انا جايباه من جوميا، الصراحة دي مش اول مرة اجيب حاجة من جوميا، تعاملاتهم كويسة جدا وناس محترمة قوي، ولو في اي حاجة تقدري ترجعي المنتج بعد 14 يوم مفيش اي مشكلة. وانتي بترجعي المنتج هتكتبي انتي مش عايزاه ليه، او لقيتي فيه عيب ايه او كده، يعني كتقييم. بس الجهاز بجد بتاعنا النهاردة حلو جدا جدا بجد، الواحد لازم يجيبه، لازم يكون موجود معانا في البيت. بجد جهاز ممتاز حلو جدا. طبعا الاعمال الشاقة بتاعتنا احنا هنا في البيت بقى انت طبعا عارفة، وكمان جوزك كمان لما يرجع من الشغل هيحتاجه برضو كتير جدا، هيريح جدا جسمنا. وكمان في قطع حلوة ومهمة جدا، القطعة ديت مهمة جدا علشان خاطر العضلات، والقطعة ديت حلوة قوي برضو، وديوت القطعة دي بتاعت الصنفرة بتاعت القدم برضو جميلة جدا، بتقشر القدم حلو جدا جدا وبتخليها لك ناعمة وجميلة. ودوت الجهاز بتاعنا، وده الكتالوج، انا بفتحه معاكي اهو واحدة واحدة، خليكي معايا وتشوفي الفيديو للاخر. طبعا هو زي ما انت شايفة كده بتبقى محطوطة فيها بقية القطع بتاعته. اوكي بسم الله، هم حاطين القطعة الشفافة ديت علشان خاطر لو لابسة هدوم او حاجة ما تشبكش. بس الصراحة حتى لو لابسة هدوم مش هتشبك يعني من غيرها، الصراحة انا بستعملها من غيرها مش محتاجة يعني. انا فكيتهم اهو كلهم، هما الاربع قطع دول، والقطع الخامسة ديت اهي، هي خفيفة جدا شفافة علشان خاطر الهدوم زي ما قلتلك. ادي القرص بتاعه اهو، طبعا شفت الحته المفتوحه دي مش حته مكسوره، انت المفروض فيها من ناحيتين بتدخلي فيها القرص بتاعك اللي انت عايزاه، الشكل اللي انت عايزاه، وهتحطي فوقيها القرص اللي هو الشفاف الاسود ده. هي عباره عن حته قماشه كده بس، يعني هي مش ملهاش لازمه، هي مهمه برضو بس الصراحه انا بستعملها من غيرها، هي ما شاء الله قوية شوية. اهو شلتها، الكورس دوت مهم جدا جدا عشان خاطر العضلات الظهر وكده. ودوت اهو، هو ما شاء الله جهاز جدا جميل جدا جدا ومتين وليه سرعات بجد، يعني اللي عايز يشتريه انا بنصحه ان هو يجيبه، لانه هو بجد تحفة وفيه سرعات قوية ومش ضعيف ولا حاجة. واذا عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك، واتمنى تكوني من المتابعين.